رح ننتقل لسلمى زوايد موجودة بالصلت مع فقرة احذرها وسؤال جديد وجوائز جديدة. الكلمة لإلك يا سلمى، صباح الفل. صباح الخير، صباح الورد، صباح الرزق الحلال وصباح البركة لكل متابعين دنيا دنيا. نحن على موعد جديد من فقرة جديدة من احذرها. اليوم نحن موجودين ببلد التين والعنب، ببلد الخير والرزقة. نحن اليوم موجودين بالصلت، لهيك اليوم رح نكون موجودين مع أجمل الناس وأطيب الناس، الخير والبركة الموجودين بالصلت. صباح الخير عمي. الله، صباح ان شاء الله. كيفك؟ الله يسلمك يا رب. صباح الخير، طمنا عنك. الحمد لله رب العالمين. انت سكان السلط ولا؟ صحيح. نعم صحيح، يعني سلطي وسكان السلط. سلطي علم. طيب رح اسالك سؤال. تفضلي. نحن قناه رؤيا وبرنامج دنيا دنيا. يلا. طب عمي عندها 12 ولد بس هي عزباء، تخيل. 12 ولد بس هي عزباء. الى الله يعني. طب رح أساعدك أكثر، هلا بنحكي إحنا حزيرة زي هيك بتكون يعني شيء تشبيهي. حلو. شو في إشي عندك 12 مثلا؟ الساعة يعني. الساعة. عقرب. عقارب الساعة. عقارب الساعة. طيب أنا عشان وجهك السمح رح نربحك جائزة، أعطينا الجائزة يا إياد، يسلم أيديك. تقدر تاخذ أولادك على متحف الأطفال، تغير لهم جو وبترتاح من نقهم بالعطلة. جلالة الملك المعظم والوطن يا الله. الله يسعدك. ويفتح عليكم باب السماء يا رب. الله يسعد قلبك. ويرضيكم يا الله. تسلم. كلنا للوطن يا رب. تسلم. نحن مكملين معكم بشوارع السلط مع هالخير والرزقة والمطر والأجواء الجميلة. شوفوا له هالطلة الحلوة، شوفوا لي السلط وجمال السلط وريحة السلط. صباح الخير. كيفك؟ ما بدك تحكي معنا؟ بحكي لك صباح الخير. صباح النور. كيف صحتك؟ قرب بس لهون شوي بعد إذنك. انت سكان السلط ولا سلطي ولا عايش بالسلط ولا بتشتغل بالسلط؟ سكان السلط وسلطي. سكان السلط وسلطي. طيب رح اسالك سؤال. تمام. اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ الجزائر. لا يعني مش جزائر. جزائر في حد بقدر يساعده؟ شباب انت عم تضحك قاعد، تعال ساعدنا. تعال. شو روسيا؟ انت مخك فرو. لا يعني من حيث المساحة ودولة عربية مش عالمية. هلا عالمية روسيا بس عربية. شيء من أفريقيا شوي. شو؟ سودان. أنت خلص شكل الهدية يعني من نصيبك. عيد للإجابة. السودان. السودان مزبوط. تفضل، ربحت معنا تذاكر من متحف الأطفال، تقدر تروح أنت وأخوك وتشوف الأجواء الجميلة هناك. إذا نحن مستمرين معكم بالصلد. صباح الخير حبيبي. كيفك؟ الحمد لله. تعرفنا على اسمك؟ باسل. سلامة كمارة. هالي باسل. أنت من وين؟ من الصلد. من الصلد؟ طيب قديش بتحب فريق الصلد كرة القدم؟ كثير كثير. بتحبه ولا بتحب إشي تاني؟ لا بالصلد. طيب انت كيف العطله معك؟ الحمد لله كويسه. تمام. طيب نحن رح نكمل، انا بس حبيت اسلم عليه، رح نكمل نحن مشوارنا بالسلط وبسوق السلط وبجمال السلط ومع الاجواء. عمي تفضل. تفضل ابني. صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ يا هلا. كيف السلط اليوم مع الاجواء والشتاء؟ احلى جو. احلى جو. نعم. طيب اكثر دوله بتحبها بالعالم شو هي؟ اكثر غير السلط. غير السلط. أكثر دولة بتحبها؟ سؤال عادي مش حزيرة، لسه ما سألتك. أكثر دولة بحبها الأردن. بتضل. يا سلام. طيب اسم فاكهة، فاكهة ثلاث حروف، إذا بدلت الحرف الأول والحرف الثالث ما بتغير الاسم. أنت مرتين واقف وعم تسأل مش عم تعرف تجاوب. طيب فكر فيها يلا. تعالوا قربوا إذا بتحبوا. تعالوا. صباح الخير. صباح نور. لفي على الكاميرا عشان الكاميرا تشوفك. تعرفين على اسمك؟ بيان. بيان أنت معطلة؟ إيه لا، يوم الأحد بخلص امتحانات. خلصي يوم الأحد. كيفك؟ شو اسمك؟ سدين. سدين كيفك؟ الحمد لله. طيب رح أسألكم كلكم نفس السؤال. اسم فاكهة، ركزوا معي عشان تعرفوا تجاوبوا. اسم فاكهة إذا بدلت الحرف الأول والثالث الاسم ما بتغير. توت. شو؟ توت. يعني اصغر منك وعرفت تجاوب. طيب انت رح تربحي معنا جائزه، بليز ممكن جائزه يا اياد، مقدمه من متحف الاطفال. بتقدري تروحي انت واختك انت وصاحبتك وتتسلوا هناك وتغيروا جو. تمام.
اوكي. يسعد صباحكم. صباح الخير، كيفكم؟ اموركم تمام؟ طب خليكم كلكم واقفين، بقدر حدا منكم يجاوب على الاجابه الصح اللي بعرفها. كوكب المريخ بماذا يسمى؟ كوكب المريخ، ها رح اوقف بالنص عشان كلكم تبينوا. كوكب المريخ بماذا يسمى؟ بماذا يسمى كوكب المريخ؟ كوكب المريخ بماذا يسمى؟ تقدروا تفتحوا جوجل، يعني معكم فرصة بس 5 ثواني تفتحوا جوجل. النت ضعيف النوع. النت ضعيف؟ في حد رح يعرف يجاوب؟ كوكب بلاش نتفشل على التلفزيون الأردني قدامي. طيب جوجل، جوجل معك، جاوب عمي. كوكب الأحمر. يسعد لي هالثقافة، يسعد هالوجه السمح والوجه الرزقة والبركة. يسعد صباحك عمي، تعرفنا على اسمك؟ عبد الرزاق رسال. عبد الرزاق أستاذ، أنت من السلط؟ من السلط نعم. يسعد، يسعد السلط ويسعد أهل السلط. طيب أنت رح تربح برضو معنا جائزة، الجائزة راحت للعمه لأنه هو اللي عرف يجاوب. عمي أنت يعني دارس إشي معين ولا ثقافة؟ توجيهي بس. بس الثقافة يعني ثقافة من عندك؟ ثقافة من الحياة. يسعد صباحك عمي. طب أنا ما رح أكسفك، رح أسألك كمان سؤال. تمام. طيب المادة اللي تشكل يسعد صباحك عمي، اللي تشكل 80% من حجم دماغ الإنسان، 80% من دماغ الإنسان إيش هي؟ علي صوتك إذا. المياه. المي. شو؟ المي. متأكد؟ متأكد. أيوة. أكيد؟ أكيد. طب خلاص مزبوط، هي المياه. خلاص شو هالجائزة بس. يسعد صباحكم جميعا، يسعد نهاركم جميعا. متابعين دنيا دنيا، نحن اليوم خلصنا فقرتنا من احذرها ومن السلط. السلط أبيش أحلى من شو؟ من السلط مهما لفينا. يسعد صباحكم جميعا، نحن على موعد جديد من احذرها الأسبوع الجاي بنفس الموعد، تابعونا الأسبوع الجاي. هلا لازم نرجع لاستوديوهات دنيا يا دنيا. شكرا لك يا أطفال. الحمد لله.